سؤالها الآخر تقول: ما مدى صحة الحديثين عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذب المنجمون ولو صدقوا، وحديث آخر وهو كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك، وما حكم الشرع في ضرب الرمل والتنجيم، وهل هناك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرم هذه الأعمال؟ أما قضية التنجيم، تنجيم إذا أريد به الاستدلال بالنجوم على الحوادث المستقبلة وأن النجوم لها تأثير في الكائنات وفي نزول الأمطار أو نزول الأمراض أو غير ذلك، فهذا شرك أكبر وهو من اعتقاد الجاهلية، والتنجيم على هذا النحو محرم أشد التحريم. وأما الحديث الذي سألت عنه كذب المنجمون ولو صدقوا، فلا أعرف له أصلا من ناحية السند، لم أقف عليه، وأما معناه فهو صحيح، فإن المنجمين يتخرصون ويكذبون على الله سبحانه وتعالى، لأنه لا علاقة للنجوم بتدبير الكون، إنما المدبر والله سبحانه وتعالى، وهو الذي خلق النجوم وخلق غيرها. النجوم خلقها الله لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. هذا ما دل عليه القرآن الكريم، من طلب منها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه. هذا ما يتعلق بالنجيم والنجوم. وكذلك بقية الأمور التي هي من الخرافات والشعوذة كالرمل، خطف الرمل وغير ذلك من الأمور التي تستعمل لادعاء علم الغيب والإخبار عما يحدث أو لشفاء الأمراض أو غير ذلك، كل هذا يدخل في حكم التنجيم ويدخل في الكهانة ويدخل في الأمور الشركية، لأن القلوب يجب أن تتعلق بالله خالقها ومدبرها، والذي يملك الضر والنفع والخير والشر، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أما هذه الكائنات وهذه المخلوقات فإنها مدبرة مربوبة، ليس لها من الأمر شيء. من آياته الليل والنهار، الشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. كلها كائنات مخلوقة مدبرة، لها مصالح ربطها الله سبحانه وتعالى بها، وهي تؤدي وظائفها طاعة لله وتسخيرا من الله سبحانه وتعالى. أما أنها يتعلق بها ويطلب منها دفع الضرر أو دفع أوجل بالخير، فهذا شرك أكبر واعتقاد جاهلي. أما حديث كان نبي من الأنبياء يخط من وافق خطه فذاك، هذا حديث صحيح، رواه الإمام مسلم والإمام أحمد وغيرهما. قال العلماء: ومعناه أن هذا من اختصاص ذلك النبي ومن معجزاته، وأن أحدا لا يمكن أن يوافقه، لأن هذا من خصائصه ومن معجزاته. فالمراد بهذا نفي أن يكون الخط في الرمل يتعلق به أمر من الأمور، لأن هذا من خصائص ذلك النبي، خصائص الأنبياء ومعجزاتهم لا يشركهم فيها غيرهم عليهم الصلاة والسلام. فالمراد بهذا نفي أن يكون للخطاطين أو الرمالين شيء من الحقائق التي يدعونها، وإنما هي أكاذيب، لأنه لا يمكن أن يوافق ذلك النبي بخطه أحد، والله تعالى أعلم. مثل الخط في الرمل أو قراءة الفنجان أو الكف كما يحدث عند بعض المخرفين اليوم، الإثم في هذا لا يقتصر على نفس مرتكب هذه الأعمال، بل يلحق حتى من ذهب إليهم أو صدقهم. بلا شك أن هذه من الخرافات ومن الأوهام الجاهلية والأعمال الشركية، كلها من أعمال الشيطان، وكلها من من طرق الشرك وأعمال الشرك. ولا يجوز للمسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر أن يذهب إلى هؤلاء ولا أن يصدقهم. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الذهاب إليهم ولا سؤالهم ولا تصديقهم. وعلى المؤمن أن يعتمد على الله وأن يتوكل على الله وأن يرتبط بالله سبحانه وتعالى، وأن يحذر مما يفسد دينه أو يخلخل عقيدته أو يضله عن الصراط المستقيم. بارك الله فيكم.